عندنا النهاردة موضوع العضلة النائمة، وده اتكلمنا فيه كتير، ومع ذلك بتيجي أسئلة كتيرة قوي عنه. فهقولك الحل باختصار في الفيديو ده، وهيكون شامل كل شيء، شامل التمارين اللي تتمرنيها وانتي في البيت بمنتهى البساطة وبأقل الإمكانيات، وشامل كمان الوجبات اللي تاكليها خلال اليوم، ومثال لفطار وغدا وعشاء والتفاصيل كلها. كل المهم انك تطبقيه علشان تلاقي نتيجة ترضيكي، ومترجعيش تقولي انا طبقت التمارين وما لقيتش نتيجة. فكل اللي عليكي تركزي في الفيديو ده وتشوفيه من الأول للآخر، يا إما تحمليه عندك على الموبايل وتطبقي اللي هقولك عليه بالظبط. مع العلم إن كل اللي هقولك عليه هتقدري تعمليه في البيت وبمنتهى البساطة. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، ما تنسيش تعملي لايك على الفيديو، ولو كنتي أول مرة تشوفي القناة اضغطي على كلمة اشتراك أو سبسكرايب، وهيظهر لك علامة الجرس، اضغطي عليها علشان تشوفي الفيديوهات اللي جاية بتاعتنا. أول حاجة هتعمليها إنك تعرفي جسمك فيه دهون كتير ولا قليلة، عشان الأكل بس هيختلف شويتين في كل حالة. الحالة الأولى لو جسمك فيه دهون والأفخاذ عليها دهون متوزعة بشكل مش مظبوط، فلازم تعملي نظام أكلك سعراته أقل من احتياجك اليومي، عشان مهما عملتي من تمارين للعضلة النائمة، في ظل وجود دهون عالية في المكان ده مش هتتظبط، لأن الدهون بتبقى فوق العضلة فبتشوه شكلها. طب بالنسبة للحالة التانية، الحالة التانية إنك جسمك مفهوش دهون عالية، أو إنك نحيفة من الجزء السفلي، يا إما مش نحيفة بس مفيش دهون كتير، وتحديدا في المكان ده. يعني من الآخر جسمك كل مشكلته إن المكان ده يزيد في الحجم، وهنا هيبقى فيه اختلاف في طريقة التغذية، وهي إنك هتحتاجي تزودي سعرات أكلك بس برضو تكون في مصادر صحية. يعني من الآخر إن جسمك كل مشكلته إن المكان ده يزيد في الحجم، وهنا هيبقى فيه اختلاف في طريقة التغذية، وهي إنك هتحتاجي تزودي سعرات أكلك بس برضو تكون من مصادر أكل صحية. طيب تعالي ناخد الحالة الأولى، وهي إن فيه دهون كتير، وبعدها ناخد الحالة التانية اللي هي المكان ده نحيف ومحتاج يكبر. بالنسبة للحالة الأولى، زي ما قلتلك هنعمل تنشيف، وإحنا بنركز كل مجهودنا في التمرين عليها. طب نجيب من الآخر بعيدا عن المعلومات بقى عشان نطبق عملي، أكل إيه كوجبات صريحة؟ أولا هنتكلم عن الفطار. فطارك لازم يبقى فيه مصدر بروتين صريح، زي البيض أو الجبنة القريش أو حتى ستيك لحمة، ده بشكل ثابت كمصدر بروتين صريح، وتاكلي مع نوع منهم رغيف خبز، ويفضل يكون بالحبة الكاملة، وممكن تاخدي قمح مع كوباية لبن وتحليه بسكر دايت، وتاخدي معاهم مصدر فيتامينات صريح زي خضروات، عندك مثلا الخس أو الجرجير أو الفجل. فلو متلخبطة وعايزاني أقولك وجبة متكاملة على بعضها تفطري بيها، أنا بفضل إنك تاخدي بيضتين مسلوقين مع رغيف خبز مع خس أو جرجير. نيجي نتكلم عن الغدا، برضو عايزين نركز على مصدر بروتين صريح، فناكل صدور دجاج أو أسماك أو لحمة أو تونة مع كمية رز قليلة مع سلطة خضراء متنوعة المصادر. يعني طبق السلطة يكون شامل خضروات كتير خاصة الورقية. أما في العشاء ممكن نعتمد بشكل أساسي على الجبنة القريش والجرجير أو الخس، وممكن ناخد زبادي، ومش هحدد لك كميات عشان الموضوع ده لازم انتي تعرفيه بنفسك، لأن أجسامنا مختلفة. فانتي لو عندك دهون كتيرة هتقللي أكلك، ولو ما عندكيش دهون هتزودي أكلك. وببساطة خالص ادخلي على أول تعليق تحت الفيديو ده واحسبي سعراتك، هتكتبي اسمك وسنك وطولك وتضغطي على احسب، هيطلع لك رقم. الرقم ده تقللي منه 500 لو عندك دهون كتير، ولو ما عندكيش دهون كتير فهتزودي أكلك برضو في حدود ال 500 سعر إضافة على الرقم اللي انت شفتيه. وحطلك في أول تعليق أفضل النشويات وأفضل الدهون وأفضل البروتينات ومصادرهم من الأكل الطبيعي. ادخلي عليها وشوفي الأكل اللي بتحبيه وكلي منه، ونوعي في وجباتك علشان ما تحسيش بحرمان وملل، وبكده تبقي ظبطتي أكلك، وهو العنصر الأهم في عملية بناء العضل وحرق الدهون. طيب عرفنا إن الفرق ما بين الحالة اللي عندها دهون والحالة اللي ما عندهاش دهون، إن اللي عندها دهون هتاكل أقل من احتياجها، واللي ما عندهاش دهون هتاكل أكتر من احتياجها. طب هل هيبقى فيه فرق في التمارين؟ الإجابة لأ، كتمارين مقاومة مش هتفرق أبدا في الحالتين اللي اتكلمت عنهم، ولكن الفرق في إن اللي عندها دهون يفضل إنها تزود في الكارديو بعد التمرين، وتلعب كارديو في أيام الراحة بقدر الإمكان، إنما اللي ما عندهاش دهون ما تركزش مع الكارديو بشكل أساسي، وتلعب خفيف خفيف قبل التمرين كده 5 دقايق كتسخين. في الدقايق اللي جاية هتشوفي التمارين بالعداد بالمجموعات بطريقة التطبيق، يعني تشغلي الفيديو وتطبقي وراه مش للمشاهدة بس. يلا شوفي التمارين وطبقيها في البيت،
واللي عندها دهون تزود بعد التمرين بس بشوية كارديو زيادة. وبرضو هكتبلك في آخر الفيديو تعملي كارديو ازاي في البيت بسهولة وأيام الراحة وتتمرنيها كام يوم. اعملي زي الفيديو بالظبط.
لو استفدت ياريت تدعمينا بلايك للفيديو واكتبي استفسارك في تعليق، لأننا بناخد أفكار الفيديوهات من تعليقاتكم. وما تنسيش تعملي شير للفيديو على صفحتك في الفيسبوك، ممكن يفيد أصحابك. واستنونا في الفيديو القادم.